بالمجمل الحالات الشائعة حاليا في فصل الشتاء هي حالة التهاب القصبات الرئوي الحاد أو ذات الرئة الحاد، اللي تشمل غالبا الأطفال ما بين الست أشهر إلى السنتين، هي الحالات الأغلب اللي تجينا في هذا الوقت. واللي كما يعرف الجميع أغلب أسباب تكون أسباب فيروسية، زكام أو يعني بعض المرضى فعلا يطلعون بفحص موجب لكورونا. بما راح الخطورة هاي التهاب القصبات؟ والله بالتأكيد يعني في الأعمار الصغيرة تكون هناك خطورة على الطفل كثير، وذلك لضعف الرضاعة واعتمادهم على الأكسجين بشكل كبير. موجة البرد لها علاقة بهاي أو تقلب الجو؟ هو احنا كل فصل شتاء نعاني من هاي المشكلة اللي هي زيادة أعداد المصابين بالتهاب القصبات وذات الرئة الحاد. لكن المسألة أنه صادف هذه السنة والسنة السابقة وجود الفيروس اللعين فيروس كورونا اللي قيزيد من الحالات وقيزيد من شدة الحالة. دكتور ايش توجه يعني نصيحة للأمهات للأهالي اللي عندهم خاصة الأطفال بهذه الأعمار اللي ذكرتها؟ احنا بداية نهيب بالأهالي، نشجع الأهالي ليأخذ اللقاح. اللقاح هو الوسيلة الأولى والفعالة الوحيدة في تقليل أعداد الإصابات وتقليل شدة الإصابة. اثنين، الزام الأطفال أطفال أبنائنا في المدارس وارتداء الكمامات والمعقم اليدوي، هذا عامل كلش ضروري في تقليل نسب الإصابة. ثالثا، عزل المصاب داخل البيت، يعني مهما كان الأب بالنسبة للأطفال الأب أو الأم أو الطفل، يعني هو يأتي من المدرسة يأتي من العمل مصاب، يشكون بينه إصابة بسيطة أو إنفلونزا، ويظهر بالأخير هو إيش إصابة بالكورونا. فيحبذ عزل أي مصاب يشك في إصابته لحين الشفاء لتقليل انتشار المرض. إيش عندك حالة؟ والله حالة مرضية الطفل هنا عنده صاير عنده التهاب صدره، وجبنا خلف الله على دكتور ياسر شافه ما قصروا ويانا، الكادر الطبي كلهم ما قصروا ويانا والحمد لله والشكر، يعني صار اسمه يمسكون العالم كله شيء. من ايمتى صارت هاي الحاله؟ قبل 3 ايام. يعني مع موجه البرد؟ اي مع موجه البرد، يعني قبل ما كان بكل شيء مع موجه البرد وصار بيج. قل التدفئه لو شنو السبب؟ والله الموجة البرد جاء وفجأة صار شيء، لا بالعكس والصوب يشتغل ومكان زين والله، بس سبحان الله الموجة البرد جاء وصار شيء. بس حاليا صحته زينة؟ الحمد لله ياخذ العلاج وان شاء الله احسن. ايش عندك حالة يعني؟ والله الطفلة مريضة عندها جفاف. جفاف؟ اي والله. من ايمتى بدأت الاعراض؟ الاعراض قبل يومين. وصلنا يومين بالمستشفى. شنو هي اعراض الجفاف اللي لاحظتها؟ الجفاف وديته على الدكتور الاخصائي قبل قال وديه على المستشفى. ايش شفت الرعايه؟ والله حيل زين. اي والله عاد تابعون زين حيل زين. متابعتهم حيل زينه. اي ايمتى تطلع ان شاء الله؟ والله لما يقولون الاطباء شوف ايمتى يقررون يقولون نطلع. هسه حاليا حالتها شويه احسن من الباحه.